تحديد موعد الإجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاعين العام والخاص لتكون اعتبارا من يوم الأحد 8 من ذي الحجة الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، وحتى نهاية يوم الخميس 12 من ذي الحجة 23 من شهر أغسطس. وصلت إلى البلاد عبر ميناء الدقم شحنة جديدة من العربات المدرعة والآليات الثقيلة وغيرها من معدات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الملكية البريطانية، وذلك في إطار استكمال التجهيزات للتمرين العماني البريطاني المشترك السيف السريع 3 المزمع تنفيذه خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل. يستمر تشكل السحب على جبال الحجر مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية أحياناً.